تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصير استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم أرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحي. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما عودناكم مستمعينا خلال البرنامج مواضيعنا بتتطرق مواضيع طبية وصحية، وبداية فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بخير أسماء. صبحت الله بالنور دكتورة عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم. ناخذ شوي جولة بالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. ما شاء الله ما زال الوسم كوفيد ترند، هو يتغير يوم كورونا الجديد يوم كوفيد يوم، فكل شوية كل شوية وسم وكله بنفس الموضوع. أيضا كذلك أمس بعد الإعلان عن يعني أو وصول إخوان العرب كانوا يعني اللي وصلوا الإمارات من الصين، كان في هاشتاج واي جميل طلع وشفت الكل اللي قاعد يشارك فيه، اللي هي الإمارات الوطنية الإنسانية. نحن نرحب بكل إخواننا من الدول العربية والشقيقة. صحيح. اليوم من الصين نرحب فيهم، وهي الدار دارهم ومكان مكانهم، ونتمنى لهم إن شاء الله أنهم يكونون بصحة وعافية إن شاء الله. ودائما دائما دولة الإمارات تثبت أن هي يعني موطن الإنسانية وهي وطن الإنسانية. صحيح. فهي من الأوسمة اللي كان عليها وايد ما شاء الله يعني نشاط أمس واليوم في بخصوص المدينة الإنسانية اللي تم يعني اللي خلصوها في 48 ساعة أكثر. الحمد لله يعني ما شاء الله هذا إنجاز يعني كبير صراحة. هي ومكان متكامل يعني. صحيح. هي متكامل وفي كل شيء، يعني في مكان للرياضة، في مكان يعني يحسن واحد يعني كأنه في بيته. أسمع يعني البارحة حتى يوم شفته يعني يحس الواحد كأنه في بيته. صحيح. فهاي من ضمن الأشياء اللي يعني اللي كانت جدا إيجابية في قنوات التواصل الاجتماعي شفناها أمس. أيضا نحب يعني نحن نذكر الجميع أن يخون معلوماتهم من المصادر الصحية. صحيح. الرسمية. وخاصة أسماء أنت ذكرتي شيء أن الوسم يعني مرتفع، وسم كورونا أو كوفيد 19، يعني يعني نفس ما قلتي يعني الواحد يأخذ المعلومات من مصادر موثوقة يعني. صحيح. ولا يتبع الإشاعات اللي تنتشر والمسجات والأخبار اللي تنتشر وأنت ما بعرف حتى مو وين جاي هذا الخبر، وأخبار الوثائق يخلونها على طول. صحيح. لأن يعني في علاجات جديدة ما أعرف وين طلعت، يعني ترى ممكن من أنا ممكن أخذ بالطو وألبسه وأطلع الفيديو وأتكلم عن علاج وأنا يعني ما عندي جدتي يعني. يعني المفروض واحد يأخذ معلومات من المصادر الرسمية اللي هي مثلاً هي الصحة، وزارة الصحة، هي دائرة الصحة في أبوظبي، مركز أبوظبي الصحة العامة، وام مركز المكتب الإعلامي، هاي كلها حسابات رسمية. وما شاء الله يعني كل الجهات تهتم بالشفافية وتحط كل المعلومات أول بأول، يعني فأي واحد يبغى معلومة أكيد بيحصلها منشورة، إذا مو منشورة يعني مو موجودة. يعني فيتابعون الحسابات الرسمية. أيضا نذكر الجميع بخدمة توفير الاستشارات الطبية عبر المكالمات الفورية والمرئية.
للمواطنين على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع في هاي الخدمة طبيب لك المواطن. فإذا في شخص مثلا يبغى ياخذ تستار، شاف في شيء، ممكن يتواصل مع الطبيب، يعني أسهل له وهو في بيته وما يحتاج يصير المركز صحيح ويحصل كل اللي يباه، وهو بس عبارة عن مكالمة هاتفية. صحيح ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: عندما تقوم بعمل أي إنجاز هنئ نفسك واحتفل بنجاحك مع من حولك. يعني في بعض الأشخاص لما يسوون إنجازات دائما يعني كأنه شيء عادي يمر مرور الكرام، لا استمتع حتى لو كان الإنجاز صحيح بسيط. صحيح خذ وقتك، يعني عيش اللحظة، لا تخلي خلاص الأيام تمر، يعني استشعر النجاح اللي أنت فيه حتى لو بسيط، وتنتظر نفس ما قلتي، حتى حتى لو لو كان بسيط. بسيط يعني وايد يأثر. هالأشياء إيجابية يعني تساعدك إن أنت تقدم يعني الأكثر والأفضل في المرات الجاية، صحيح، وتمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء جناحي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرة السوشيال ميديا. ننتقل لفقرتنا التوعوية لليوم، واليوم بنتحدث عن الأطعمة المعدلة جينيا مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، الأستاذة عبير عبد الله. صبحك الله بالخير أستاذة عبير، صباح الخير، صباح حياك الخير، الله كيف حالك؟ ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يخليكي، تسلمي. طبعا الموضوع جدا مهم وناس كثيرة مهتمة بهالمواضيع، خاصة بخصوص الأطعمة المعدلة جينيا. صح. هلا أول شيء بدنا نقول شو هي الأطعمة المعدلة جينيا. هي أطعمة تنتج عن طريق تعديلات بيحطوها على الحمض النووي أو الدي إن إيه نعم تبع النباتات. ممكن ياخذوا أجزاء من الحمض النووي من نباتات تانية يحطوها بنباتات أو حتى من مصادر حيوانية أحيانا. عادة المنتجين للزراعة بيعملوا هالشي على ليحسنوا الإنتاج، ممكن يصير إنتاج النباتات أسرع، يعني بدل ما تحصلي على المحصول بشهر ممكن يصير بأسبوعين. ممكن تكون هي عندها مقاومة للحشرات أو للكيماويات أكثر. النباتات بتبقى على الشلف أو على الأسطح، يعني مدة صلاحيتها أطول، فبالتالي الربح أكبر لألهم. صحيح، أو ممكن تنمو بمواسم مختلفة، ممكن يزرع بطيخ في الشتاء بدل الصيف، بيزرع أكيد يعني أي شيء بأي موسم، فما بيكون في مشاكل من هالنوع. طبعا هي بتحقق ربح سريع للي عم ينتجها، بس المشكلة نحن نهتم بصحة المستهلك أكثر، فبيكون أحيانا لها مخاطر على صحة الإنسان. صحيح أهم المخاطر هي بتكون اللي العلماء بيهتموا فيها حاليا هي المناعة، لأنه كتير أوقات بيقولوا ممكن هاي الحمض النووي اللي المزروع بهاي النبتة ممكن يؤدي لأمراض بعدين، ويصير عند الشخص اللي بيستهلكها بكميات مناعة ضد المضادات الحيوية أو الفيروس البكتيريا اللي بتصيبه، فممكن يؤدي له لمشاكل صحية بعدين. وهي أصلا يعني لسه يعتبر اختراع جديد، يعني ما صار لها سنين طويلة، فما فينا نعرف شو ممكن على المدى الطويل استهلاكها. لحد هلأ ما بيعرف حد شو ممكن يكون استهلاكها لمدة سنوات يؤدي لشو، لأنه لساتها جديدة بالأسواق. فبدنا دايما ننتبه، عادة بيكون على المنتجات اللي فيها نباتات معدلة جينيا أو أشياء مستخرجة من نباتات معدلة جينيا بتكون أحرف هي ما تكون مكتوبة كاملة، ممكن تلاقي الأحرف GMO نعم يعني جيناتيكلي موديفايد. دائما نحن حاكين كمان اكثر من مره انه دائما نقرا المكتوب على الاكل قبل ما نشتري، نشوف شو موجود بالاشياء اللي بناكلها. كثير مهم نعرف نحن شو عم ناكل. كثير مرات بنشتري اشياء ما بنقرا شو عليها، فبتكون ممكن فيها صحيح كثير اشياء ضاره. صحيح صح. فعلا وكمان ممكن انها تسبب حساسيه احيانا، لانه ممكن الحمض النووي مثلا حاطين بالطماطم شيء من شيء تاني الشخص عنده حساسية منه، هو ما عنده حساسية من الطماطم بس عنده حساسية من الحمض النووي تبع الشيء التاني اللي نحط فيه. صحيح صحيح صح وكتير فكتير ناس كمان من اللي يعني اللي بيهتموا بالبيئة وهيك بيعتبروا هذا شيء ضد الطبيعة. يعني نحن الطبيعة ربنا خالقها انه بينزرع مثلا هذا بيطلع موسم وكذا بيحتاج فترة معينة لينزرع، فهذا لعب يعني لعب بالطبيعة. فمثل ما قلت لك هو المشكلة إنه لسه جديد، فما في لسه ما بنعرف حدا استهلكه لعشرين سنة شو ممكن يصير بعدين. صحيح فالأفضل دايما نضل لحقين الشيء الطبيعي اللي موجود بالطبيعة مثل ما ربنا خلقه. أكيد أكيد، والطبيعي سبحان الله يعني حتى فوائد تكون مختلفة.
يعني هلا هن بيقولوا انه بيحطوا فيه اشياء عشان تضل فوائد ونفس الشيء وهيك، بس مثل ما قلت لك ما بنعرف لبعدين الاشياء اللي بتضر. هلا صحيح مبدئيا لجهاز المناعه لمشاكل حساسيه ظهرت مع الناس اللي بيستهلكوا بكميات، صحيح، بس لسه ممكن في اشياء هلا بعد 10 سنين 20 سنه يقولوا لك لا اللي بيستهلكوا على مدى 20 سنه ما اعرف شو يصير معه. فالواحد احسن دائما نروح على الاشياء الطبيعيه المزروعه بشكل طبيعي اللي فيها اقل عدد من الكيماويات والمواد الضاره. صحيح، وهذا شيء جدا مهم وضروري كذلك. استاذ عبير، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. بوجه مثل ما قلت قبل، دايما نرجع للطبيعة، خلينا على الأشياء الطبيعية العادية، والاعتدال أهم شيء بكل شيء، كل شيء بنتناوله ناخذه باعتدال وبكميات معقولة لحتى ما نعاني بعدين من الآثار الجانبية. نعم، ممتاز، وهذا الشيء جدا مهم. الأستاذ عبير عبد الله، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية، وتحدثنا عن الأطعمة المعدلة جينيا. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا في البرنامج مرة ثانية. قبل ما ننتقل لفقرتنا الثانية واللي بنتكلم فيها عن خدمات صحة الفم والأسنان، بنقولكم معلومة مغلوطة عن فيروس كورونا المستجد. المعلومة تقول يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق الهواء لمسافات طويلة، والحقيقة تقول فيروس كورونا هو من الفيروسات اللي لا تنتشر عن طريق الهواء لمسافات طويلة، والفيروس كذلك هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي، ينتقل أساسا عن طريق القطيرات اللي يفرزها الشخص مصاب أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفرازات الأنف، ولا يمكن أن تنتقل هالقطيرات بالهواء لمسافة بعيدة بسبب ثقلها، ويمكنك أن تصاب بالعدوى أيضا نتيجة لمسك عينيك أو فمك أو حتى أنفك بعد ملامسة سطح ملوث. عشان شي دايما نركز على غسل اليدين ولحماية نفسك، نظف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو غسلهما بالماء والصابون. هذه بخصوص المعلومة عن فيروس كورونا المستجد، ما ينتقل عن طريق مسافات طويلة، ينتقل مسافات قصيرة جدا، وبالدروبلتس يعني بالرذاذ اللي يطلع من الشخص المصاب. ننتقل لفقرتنا مستمعين الحين، وبنتكلم عن خدمات صحة الفم والأسنان. تسعى هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة إلى رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع المحلي حول مختلف الأمراض بما في ذلك صحة الفم والأسنان، لتفادي المضاعفات السلبية الناجمة عن هذه الأمراض، وللتعرف على الخدمات اللي تقدمها إدارة طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي. يسرنا يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة شيم المشهداني، أخصائية أمراض فم والأسنان بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة شيمة. صباح الخير، صحة وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله، حياك الله ويانا في برامج صحة وسعادة. الله يسلمك، الله يبارك فيكم. دكتورة شيمة، حابين نتعرف وناخذ فكرة عامة عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مجال صحة الفم والأسنان. نعم، صراحة هيئة الصحة مشكورة، تقدم خدمات كثيرة صحة فيما يخص جميع مشاكل صحة الفم والأسنان والوقاية الفم والأسنان. في عندنا خدمات من ناحية الجراحة، خدمات تجميلية، خدمات صحة الأطفال، كذلك خدمات لحشوات الجذور والحشوات العادية والتركيبات. كذلك نعم. عندنا هي الوقاية، مثلا الخدمات نقدمها من ناحية المجتمع، خدمات صحة الطفل أيضا، هي كلها مقدمة من إدارة خدمات الأسنان في الصحة. نعم، ممتاز. دكتورة، طبعا الخدمة متواجدة في أماكن كثيرة عندكم بخصوص خدمات صحة الفم والأسنان، فحابين نتعرف على أماكن تواجد هالخدمة، وكيف الواحد يقدر يستفيد من هذه الخدمات اللي ذكرتينا إياها.
نعم، في خدمات الأسنان الموجودة في مراكز الصحة الأولية هي في 11 مركز، 4 مراكز رئيسية مثل نبذ الحمر، البرشة، مركز البدع ومركز المزهر. في أيضاً عندنا الممزر وفي المكحول والصفا، وأيضاً تحصلها في اللوسيلي أيضاً. كذلك عندنا مستشفيات مثل مستشفى راشد، مستشفى دبي، وكذلك مستشفى حتى تقدم الخدمات صحة فم الأسنان للمجتمع. ممتاز. وطبعا الخدمات موفرة للمواطنين وغير المواطنين اللي عندهم التأمين. وممكن الإنسان يروح يسجل، يأخذ موعد إما عن طريق وسائل الاتصال أو عن طريق الآب اللي موجود في الموفر من خدمة الصحة، عفوا هيئة الصحة، ويسجل مواعيد ويجي للمركز يقوم بالعلاج أو الوقاية أو تصحيح الإرشاد حسب ما هو محتاج. ممتاز. طبعا يعني ما شاء الله الخدمة متوفرة في كل المراكز الطبية أو الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي. نعم، ما عدا مركز عبيل. نعم. لا يوجد فيه صحة الفم والأسنان، ولكن باقي المراكز متوفرة. الحمد لله. وأن يعني تواجدها كذلك أن يعني نعم. تواجدها لكل فئات المجتمع اللي ساكنين في دبي وحتى المناطق المجاورة لمدينة أكيد دبي. أكيد، يعني حتى في لوسيلي، في حتى في صحيح. دبي، في ديرة، متوفر في كل مكان، منتشر وسهل الوصول إلى أيضاً. صحيح. دكتور، حابين نتكلم أكثر عن أبرز الحالات المرضية اللي تراجع عيادات الأسنان. نعم، في حوالي خلينا نقول نقسمها إلى أطفال وفوق 18 سنة. بالنسبة للأطفال توجد كثير من المشاكل، مثلا نسبة التلوث عالية جدا. نعم. وإحنا بنحاول إنه عن طريق حملات الوقائية نسوي توعية حتى نخفض نسبة التلوث في الأطفال. عندهم مشاكل مثلا كبار السن أيضا، في عندنا مشاكل أيضا للمراهقين من ناحية التقويم وتعديل الفكوة الفم. في أدنى أيضا البالغين مثلا فقد الأسنان، التركيبات، هذه أيضا المشاكل الكثيرة اللي إحنا نراها. ولكن أهم شيء إحنا نوجد إنه عندما يبدأ بمرحلة من العمر الصغيرة إنه التوعية تكون عالية واهتمامه بصحة فم الأسنان تكون عالية، فبالتالي عندنا يتفادى المشاكل اللي ممكن يحصل عليها عندما يكون في عمر البالغين وعمر كبار السن. وهذه من الأشياء اللي إحنا نركز عليها، لأن الوقاية أهم من العلاج. صحيح. فبالتالي الوقاية مهمة جدا إنه إحنا نعطي توعية صحيحة للمجتمع، وهي عن طريق الحملات اللي إحنا نوفرها للمجتمع والنصائح والإرشاد عند زيارة طبيب الأسنان. وكذلك دائما ننصح إنه زيارة طبيب الأسنان لا تكون فقط للعلاج أو عندما إحساس الألم، ولكن تكون بشكل دوري حتى طبيب الأسنان يستطيع أن يكشف عن المشكلة في بدايتها ويعطي النصيحة والإرشاد قبل أن يصل لمراحل معقدة من العلاج. صحيح. الجميل كذلك في خدماتكم دكتورة يعني ليست فقط علاجية، يعني ذكرتي الجانب الوقائي والجانب ما تركزوا على السن معين، يعني ما شاء الله من الأطفال لكبار السن أو كبار المواطنين، يعني الفئات كلها ما شاء الله شملتوها في الخدمات اللي تتقدم عندكم في صحة الفم والأسنان. نعم صحيح صحيح. وكذلك أيضا أصحاب الهمم لهم اهتمام خاص ورعاية خاصة أيضا متوفرة أيضا في خدماتنا. ممتاز. دكتورة، حابين نتعرف كذلك على جهود التوعية اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لرفع الوعي الصحي. طبعا نحن عارفين يعني أهمية الوعي والتوعية والتثقيف يعني في الأمراض عموما، وفما بالك بالأسنان وصحة الفم والأسنان اللي لها دور كبير كذلك. صحيح صحيح. فحابين نتعرف على هذا الدور أو جهود التوعية. نعم، ايضا احنا من اهم او من ركائز عندنا في تقديم الخدمات ايضا هي الوقايه. نعم. والحملات المقدمه بتكون بشكل اما بشكل عام وشكل ايضا مركز على فئات معينه. فمثلا عندنا نعطيك مثال لاصحاب الهمم، في لهم رعايه خاصه، طرق مختلفه لرعايه الاسنان، طرق مختلفه لتنظيف الاسنان، نوعي مثلا اولياء الامور او من يقوم برعايه هؤلاء الفئة المهمة بالنسبة لنا بالطرق الصحيحة للتغذية، طرق الصحيحة لتنظيف الأسنان، متى يزور طبيب الأسنان وهكذا. مثلا عندنا مرضى الثلاثين أيضا لهم طرق مختلفة لعلاج والاهتمام والتنظيف إلى آخره. طبعا الأطفال الصغار في السن صغيرة مثلا أطفال الرضع وإلى آخره، نعطي الأمهات الخطوات الصحيحة في تنظيف الفم، تنظيف الأسنان،
التغذية وهكذا يعني. فعندنا يعني إحنا نقسم الحملات التوعوية إلى فئات المجتمعية، وأيضا في طبعا نصائح عامة لجميع المجتمع. ممتاز، وهذا يعني دور، يعني دوره كبير، يعني حتى ذكرتي بالنسبة للأطفال في أعمار صغيرة يعني، وهذا جزء كبير يعني، أن حتى تعليم الأم كيف طريقة تنظيف الأسنان يعني يمكن يعتبرها أي شخص شيء بسيط، بس يعني لها دور كبير خاصة للأسر اللي عندهم أطفال أو حتى للأم يعني. توعية لها دور كبير في أشياء كثيرة جدا مهمة يعني، أبرزها الوقاية من أمراض كثيرة وخاصة بخصوص الفم والأسنان. دكتورة شيمة، كلمة أخيرة توجهينا المستمعين الكرام خلال البرنامج. والله أنا أنصح الكل بيستفيد من هذه الخدمات المقدمة. في كثير من الخدمات مهمة جدا، مثلا عندنا صحة الأطفال، هذه مقدمة من عمر 0 إلى عمر 5 سنوات، موجودة في كل المراكز الصحية. فأنا أنصح الجميع أن يأتي بأطفاله، يجلس مع أخصائي التنظيف، يأخذ التوعية، يأخذ مثلا جرعة من الفلورايد لحماية صحة الطفل، يأخذ النصائح والإرشاد. هذه الخدمات متوفرة من الهيئة، وأنصح الجميع أن يستفيد منها. كذلك زيارة طبيب الأسنان مهمة جدا، حتى لو لم يكن يحتاج إلى علاج أو في ألم أو شيء، أن وجوده في كل 6 أشهر يساعد على أخذ النصائح والإرشاد واكتشاف المشاكل من بدايتها. وكذلك طبعا أهم شيء أن يكون في البيت عنده روتين أو طريقة صحيحة في تنظيف الأسنان، 2 مرات في اليوم، يأخذ وقته في التنظيف، يستخدم خيط الأسنان، وهذه أبسط الطرق ولكن أكثرها فعالية. صحيح، وهذا له دور كذلك كبير. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة شيمة. أجمعين إن شاء الله، شكرا جزيلا، أتمنى الجميع الصحة والعافية إن شاء الله. دكتورة شيمة المشهداني، أخصائية أمراض فم وأسنان بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا تحدثنا، شكرا دكتورة، حياك الله. تحدثنا في هذه الفقرة عن خدمات صحة الفم والأسنان. بنطلع فاصل إن شاء الله وراجع لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن حصول مختبرات صحة دبي على الاعتماد الأمريكي. حصلت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة المختبرات الطبية والوراثة على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض كاب، بعد اجتيازها لكافة المعايير والمتطلبات والشروط الصارمة اللي تفرضها الكلية لمنح هذا الاعتماد العالمي، لتكون هيئة الصحة بدبي أول مؤسسة صحية حكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر شبكة مختبرات طبية حاصلة على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة رنا النابلسي، رئيسة وحدة الجودة في إدارة المختبرات الطبية والوراثة. صبحت الله بالخير دكتورة رنا. أهلين، صباح النور، أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيك. بداية مبارك حصول مختبرات هيئة الصحة بدبي على الاعتماد الأمريكي. الله يبارك فيك، وبداية نشكركم على تواصلكم ومع تواصلكم مع إدارة المختبرات الطبية والوراثة، وبحب أسلم على الجمهور الكريم وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. دكتورة رنا، حابين ناخذ فكرة عامة عن هذا الاعتماد وكيف تم الإعداد له كذلك، يعني أي اعتماد عارفين له شروط وأشياء معينة أساس الواحد يدخله، فحابين نتعرف بداية عن هذا الاعتماد وكذلك كيف أعديته للحصول على هذا الاعتماد. نعم، طبعا تفتخر إدارة المختبرات الطبية والوراثة في هيئة الصحة بدبي على حصولها على لقب أكبر شبكة مختبرات حكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واللي حاصلة على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض أو ما يسمى الكاب. نعم. طبعا إنجاز الاعتماد للمختبرات الطبية هي عبارة عن شهادة مصداقية تحصل عليها المختبرات الطبية في العالم نتيجة اجتيازها بنجاح المطابقة مع كافة المعايير والمقاييس والشروط الصارمة وأفضل الممارسات العلمية والمهنية واللي تفرضها الكلية لمن هذا الاعتماد
العالمي. وطبعا الاعتماد العالمي بيساعد في تأسيس بناء أنظمة مختبرات طبية تشخيصية عالية الجودة. أما من ناحية الاعتماد والإعداد لهذا الاعتماد، طبعا كان مشروع تم عن طريق وضع خطة مدروسة من مدة 3 سنوات للمطابقة مع المعايير في جميع مختبرات الهيئة، بداية من مراجعة السياسات والطرق، ثم إلى معايرة الأجهزة الطبية لهذه الفحوصات، ثم الاشتراك في برنامج الكفاءة الاحترافية، ومرورا بتدريب الطاقم الطبي والفني على هذه المعايير، وفي النهاية بيصير في عملية إجراء تفتيش دورية من فريق التفتيش الأمريكي للتأكد أن مختبرات هيئة الصحة بدبي تطبق أفضل الممارسات وتلتزم بالمعايير اللازمة لبناء نظام جودة عالي المواصفات في إصدار نتائج طبية دقيقة وصحيحة. ممتاز ممتاز. وطبعا هذا الإعداد خذ وقت وكذلك مجهود للحصول على هذه الشهادة أو الحصول على هذا الاعتماد الأمريكي. نعم. نعم. بالنسبة لعدد المختبرات دكتورة اللي تم اعتمادها خلال هذا الاعتماد، الجدير بالذكر أنه لدى هيئة الصحة بدبي 37 مختبر طبي. نعم. للفحوصات الطبية، وموزعة على 4 أقسام مختبرات طبية في المستشفيات الأربعة، اللي هو مستشفى دبي ومستشفى راشد ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال ومستشفى حتى، بالإضافة إلى مختبر دبي للوراثة وعلم الجينات والجينوم. لدينا 13 مختبر في مراكز الصحة الأولية و16 مختبر لفحوصات الإقامة والفيزا. تم بفضل الله اعتماد مختبرات المستشفيات الأربعة في مستشفى دبي ومستشفى راشد ومستشفى لطيفة للأطفال والنساء ومستشفى حتى، بالإضافة لمختبر المركز الصحي في البرشة ومختبر المركز الصحي في زعديل. وطبعا احنا نفتخر انه حصلنا على اول اعتماد لمختبرات فحوصات الإقامة والفيزا وفحوصات الصحة المهنية لمهنيين حكومة دبي ومجتمع دبي. ممتاز. طبعا دكتورة رنا، هذه الاعتمادات لها أهمية كبيرة، خاصة إذا كانت اعتمادات عالمية، فحابين نتعرف أكثر على أهمية الحصول على هذه الاعتمادات. في طبيعة الحال، انطلاقا من حرص حكومة دبي بتطوير النظام الصحي وتشجيع السياحة الطبية في إمارة دبي، وتماشيا مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية وخطة دبي، بالإضافة إلى تماشينا إحنا كمختبرات مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي، فقد ارتأت إدارة المختبرات الطبية أن المطابقة مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات هامة جدا في ضمان سلامة المرضى، خاصة أنه أكثر من 70% من تشخيص الأمراض يأتي من المختبرات الطبية. ومن الجدير بالذكر أنه الاعتماد المختبرات الطبية سوف يضمن صحة ودقة نتائج الفحوصات الطبية، وفي نفس الوقت برفع الكفاءة التشغيلية لمختبراتنا، وبشجع الاستثمار في القوى العاملة الطبية والفنية في داخل مختبراتنا، بالإضافة إلى زيادة رضا وسعادة المتعاملين سواء من مرضى أو أطباء أو موظفين داخل إدارة المختبرات الطبية. ممتاز. طبعا دكتورة رنا، يعني هذا مو فقط الاعتماد الوحيد اللي حصلتوا عليه، طبعا حصلتم كذلك على اعتماد المختبر لفحوصات الإقامة، مختبر لفحوصات الصحة المهنية، فممكن تعطينا فكرة عن هذا الاعتماد؟ انطلاقا وحرصا من حكومة دبي على حماية مجتمع دبي من الأمراض المعدية، تم اشتراط الخلو من أمراض الإيدز والسل الرئوي والتهاب الكبد الوبائي بي وسي لعمل واشتراط عمل الإقامة والفيزا داخل دبي. وبالتالي فإن عملية اعتماد المختبرات من الكلية العلمية الأمريكية لفحوصات الإقامة ومختبرات فحوصات الإقامة كانت ضرورة ملحة جدا من أجل زيادة دقة وصحة النتائج للراغبين في الإقامة في إمارة دبي. عدا عن ذلك، هذا ساعدنا أن رفعنا الكفاءة التشغيلية في هاي الفحوصات وسرعنا العمليات، وأصبح طالب الفيزا يحصل على النتيجة بنفس اليوم. وهذا طبعا يضيف سعادة أكيد للمقيمين ويضيف سلامة لطالبين هاي الفحوصات. صحيح. أما بالنسبة لمختبرات فحوصات الصحة المهنية اللي بتفرضها حكومة دبي على أصحاب الشركات والمؤسسات لضمان صحة سلامة موظفينهم العاملين لديهم، خصوصا في مجال إعداد الأطعمة في الفنادق والمطاعم، عمال البناء والتجهيز، موظفين صالونات التجميل والحضانات، العاملين في المجال الزراعي وورش السيارات.
طبعا لا شك انه الاعتماد الامريكي لمختبرات فحوصات الصحه المهنيه بتضمن صحه ودقه الفحوصات التشخيصيه لهذه الفئات المهنيه، لانه هذه الفئات تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على صحتهم هم كموظفين وعلى افراد المجتمع دبي الاخرين زي الموظفين في الصالونات والحضانات والمجال الزراعي والمطاعم والفنادق. وبالتالي فهي فكرة اعتماد فحوصات مختبرات الإقامة والصحة المهنية بتمنى لنا مجتمع دبي مجتمع صحي ومهني خالي من الأمراض. صحيح، وهذا له دور كبير كذلك في الوقاية من أمراض كثيرة. صحيح. دكتورة، طبعا دائما نتكلم عن نتائج المختبرات الطبية ومطابقتها ويعني أشياء كثيرة، فحابين نتعرف منك على نسبة نتائج مطابقة مختبرات الهيئة مع معايير الكلية الأمريكية لعلم الأمراض. طبعا بفضل الله وفضل دعم قيادتنا الرشيدة في هيئة الصحة بدبي تم الحصول على نسبة عالية للمطابقة مع المواصفات العالمية وأفضل الممارسات في المختبرات الطبية، فكانت نسبتنا 99.1% ما شاء الله نسبة النجاح ونسبة المطابقة في جميع مختبرات هيئة الصحة في دبي. ممتاز، وهذا يعكس الجهود الكبيرة اللي قايمين فيها كذلك للوصول لهذه النسبة. صحيح، لا شك إن جهود القيادة وإدارة المختبرات والمعالي حميدة قطامي وجهود حكومة دبي في أنها تكون من يعني من أحسن دول العالم في السياحة الطبية ومن الهيئات العالمية الصحية في المطابقة مع أفضل المعايير والممارسات الصحية، كان هذا دافع كبير لنا كمختبرات بالإضافة لدورنا المهم. يعني هلأ بفضل دخول فحوصات الجينوم، بفضل دخول التكنولوجيا والابتكارات داخل مختبراتنا، هذا بيؤدي إلى أنه أكثر من 70% من تشخيص الأمراض مصدرها من المختبرات، فإعطاء نتيجة سليمة يؤدي لإعطاء علاج سليم للمريض ووضعه على المسار الصحيح لنهاية وإكمال العلاج. ممتاز. دكتورة، بالنسبة للاعتماد طبعا أكيد في شروط ومتطلبات كانت قبل الحصول على هذا الاعتماد، وطبعا بفضل مجهودكم والمجهود القائمين كذلك يعني حصلتوا على هذا الاعتماد، فحابين نعرف فكرة عامة عن شروط ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد. نعم، في الحقيقة أنه من أهم شروط متطلبات الاعتماد الأمريكي للمختبرات الطبية هو الاشتراك ببرنامج الكفاءة الاحترافية. نعم. قبل سنة أو سنتين. طبعا الكلية الأمريكية لعلم الأمراض تقوم بإرسال عينات اختبارية من الولايات المتحدة إلى مختبراتنا جميعها، وهذه العينات تغطي جميع الفحوصات التشخيصية الموجودة عندنا ويتم إجراءها على جميع الأجهزة الطبية في مختبرات هيئة الصحة بدبي، وبالتالي بيجي دورنا انه احنا بنجري هاي الفحوصات على اجهزتنا وبنرسل النتائج الى الكليه الامريكيه لتقييمها. نعم. ومن اجل الحصول على الاعتماد الامريكي يشترط النجاح في دقه هاي الفحوصات في الكفاءه الاحترافيه من اجل استمرار الاعتماد ومن اجل الحصول على الاعتماد. بالاضافه الى ذلك الشرط يوجد شروط اخرى، يعني في تقريبا حوالي 10,000 معيار وافضل ممارسات ومقاييس يجب مطابقتها، وهي تفرضها الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض وبتأكدوا منها عن طريق زيارتهم التفتيشية اللي بيقوم فيها فريق تفتيش من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض لنا بشكل دوري للتأكد إنه إحنا مطابقين للمعايير، بالإضافة إلى إنه نتائج برامج الكفاءة الاحترافية يتم النجاح فيها بشكل 100%. وعندما يتم التأكد من نجاح في برنامج الكفاءة الاحترافية واجتياز عمليات التفتيش للمطابقة مع المعايير العالمية عندها يتم منحنا اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض كاف. ممتاز، وبخصوص يعني التفتيش يكون في يعني مجموعة غيم المختبرات في مكان وجودها في الدولة. صحيح، هلأ طبعا فريق التفتيش فريق عالي الجودة، فريق مدرب ومؤهل وعنده خبرة طويلة في مجال المختبرات سواء في علم الدم، علم الأمراض، علم الأنسجة، علم الميكروبات، علم الكيمياء الحيوية، علم الجينات، علم فحوصات ما قبل الزواج وما قبل الولادة، فهم يعني عبارة عن أطباء. نعم. لديهم خبرة طويلة وباع طويل في التفتيش على المختبرات العالمية بشكل كبير، ولديهم خبرة في تطبيق هاي الستاندرز أو المقاييس،
فبالتالي هي عملية تثقيفية، عملية تعليمية، بستفيد من الطرفين سواء المفتشين أو المختبرات، وهم طبعا بعثونا توصياتهم إذا في حال في وجود عدم مطابقة، وبيضلهم يراقبونا. يعني إحنا في عملية مراقبة مستمرة بشكل شهري، بيبعثولنا عينات مجهولة بالتركيز ومجهولة هل فيها أورام أو لا، عبارة عن اختبارات إلنا. فإحنا بنرسل هاي النتائج، فإذا كانت نتائجنا ممتازة يضل الاعتماد. فهذا جمال الاعتماد في هذا الموضوع، أنه مراقبة مستمرة لدقة الفحوصات وصحتها، بالتالي يكون مختبراتنا خالية من الأخطاء الطبية. صحيح، وهذا يعطي كفاءة أكثر كذلك للمختبر، أنه مو فقط خذ الاعتماد نفسه لكن استمراريته في أن الاعتماد حصوله على هذا الاعتماد، وخاصة أنه لفترات مستمرة. نعم، وهذا يعكس كذلك دكتورة رنا يعني الجهود وكذلك على كفاءة العاملين في هذا المجال، أن الاعتماد مستمر، يعني ما وقف فقط على الاعتماد والحصول على الشهادة، كذلك استمرار في إعادة الاعتماد مرة ثانية. صحيح، بشكل سنوي في التفتيش، والفريق الكلية العلمية لعلم الأمراض يعني كل سنتين بيجي، وباستمرار عملية مستمرة، لأن المختبر يقع تحت وطأة ال إذا بده يجدد الاعتماد الأمريكي لازم يكون نتائجه في برامج الاختبارات الأمريكية والكفاءة الاحترافية 100%، بالإضافة إلى أنه يطبق المعايير. فبالتالي هي مو بس شهادة الاعتماد، هي التزام، هي مسؤولية، هي اتجاه المريض واتجاه سلامة المرضى، وإعطاء نتائج دقيقة للأطباء تساعدهم في تشخيص الأمراض وتساعدهم في وضع المريض على المسار الصحيح في العلاج. صحيح، ويزيد ثقة يعني المتعامل كذلك في المركز اللي حاصل كذلك. نعم، على هذا الاعتماد. نعم، أن نعم، بعد على نفس المقاييس العالمية. صحيح، اللي صحيح ماشي فيها. صحيح، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة رنا النابلسي. الله يبارك فيك، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا دكتورة رنا النابلسي، رئيسة وحدة الجودة في إدارة المختبرات الطبية والوراثة، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه الفقرة وتحدثنا فيها عن حصول مختبرات صحة دبي على الاعتماد الأمريكي، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في الاعتمادات القادمة إن شاء الله، وكذلك في إعادة الاعتماد. ننتقل لفقرتنا الحين، وبنتحدث فيها عن دراستنا، ودراستنا تقول 4 مشاكل صحية في الشباب تضعف مهارات التفكير لاحقا. أظهرت نتائج دراسة أولية أن بعض المشاكل الصحية في سنوات 20 الأولى طبعا تؤثر على قدرات الذاكرة والتفكير وقدرة الدماغ على ضبط تدفق الدم في مرحلة متقدمة من العمر. ووجد فريق البحث أن التدخين وارتفاع الكوليسترول، زيادة وزن الجسم في العشرينات يجعل أداء الدماغ ضعيفا في مرحلة الشيخوخة. يعني فترة الشباب وايد تعكس يعني الفترة فترات الثانية اللي تليها كذلك. وأجريت الدراسة في جامعة شيكاغو، وأظهرت أن مشاكل الأوعية الدموية مثل الكوليسترول وضغط الدم وارتفاع السكر اللي يرتبط بالبدانة في مرحلة الشباب تؤثر على مهارات التفكير لدى كبار السن، أي بعد عقود. يعني حتى لو ما طلع نتائجها في فترة الشباب، تطلع مع الوقت خلال فترات السن، وخاصة عند كبار السن. وقام فريق البحث بقياس تأثير عدة مشاكل صحية مثل ارتفاع الضغط والكوليسترول والوزن الزايد وكذلك التدخين على صحة الأوعية الدموية، ورصد تأثير هذه المشاكل بعد 30 سنة. يعني المضاعفات كذلك طلعت بعد فترات معينة اللي هي فترة 30 سنة أو أكثر، أو حتى الواحد يوم كبر في السن لاحظ هذه التغيرات أسرع يمكن عن غيره. فعشان شي ندقق ونركز على أشياء كثيرة، منها اتباع نظام الصحي، يعني يكون نظام صحي الواحد يتعود عليه. وحتى الشخص يمكن يقولك أنا عندي زي سكر، يعني هذا
أنا حتى لو عندي سكر أعالج بطريقة صحيحة وأحافظ على نسب السكر الطبيعية، وهذا كذلك بخصوص ضغط الدم، بخصوص الكوليسترول أحافظ عليهم، وكذلك أخذ الدواء المناسب لهم. ما بأن شخص عنده السكر يعني بتدهور حالته، في علاجات كثيرة حتى لو المضاعفات بتي، بس تي في أوقات بعيدة، ما تتجدم المضاعفات وتي في وقت مسبق لها. بالعكس تنظيم السكر يعني وعلاج السكر وعلاج الضغط، وكذلك بالنسبة لزيادة الوزن، يعني أشياء كثيرة نقدر نتفاداها وكذلك نعالجها من البداية عشان مضاعفاتها ما تأثر فينا مستقبلا. مستمعينا كانت هذه حلقتنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. طبعا اليوم الخميس، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة للجميع واللي على رأس عملهم إن شاء الله بالتوفيق، والله يعطيكم الصحة والعافية. نلقاكم يوم الأحد إن شاء الله على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.